الانسامات اللي كانوا ايوا كانوا في هذاك المفهوم. كيشاف الكوتش المردود ديال لي تروا بريزيليان بيدرينو وارتور وفيانا، كيشاف المردود ديالو I thought different moments they did well. كانوا بزاف ديال المواقف اللي خدموا فيهم بشكل مختلف. But this is a very difficult league. There's a lot of physicality. صعيبة البطولة ديالنا لأن كتبغي الفيزيك بزاف، كتبغي المجهود البدني بزاف. And sometimes don't forget how young they are. They will adapt and they will. ما تنساش أنهم شبان وخصهم وقت وصعيب أنهم تأدابطاو بسرعة. Well, one of the things that I say to Wydad fans and to the team. حاجة أخرى بغيت نقول للجمهور ديالنا والفريق ديالي. I wanna be here for a very very long time to see this team mature and become better. غنبقى بزاف هنا مطولا ونحاول نقاد ونطور الفريق بزاف. But I know I will not be here forever. وأنا عارف راسي ما نبقاش هنا للأبد. But every day I work as if I will be here forever. وأنا كنخدم كل نهار على أساس أنني هنا غنبقى إلى الأبد. And that is even with the recruitment you see 20 year olds, 21 year olds, 22 year olds because I want to see this club strong with many years. شتوندي الانتداب ديالنا كلهم 21 22 23 سنه باش نخدموا على سنوات بزاف باش نكونوا اقوى واقوى. One of our great leaders in South Africa, Nelson Mandela. كتعرفوا نيلسون مانديلا اللي هو كبير في الافريقيا. He said something that was very profound about leadership. كان قال شي حاجه اللي ثقيله ولا مهمه على لا غوفيرنونس على الليدرشيب. And I hope this